الثالث اللبث في المسجد بوضوء. اللي مر بنا قريبا إذا ما اغتسلت ماء الحيض انقطع حيضها قبل أن تغتسل، تقعد بالمسجد شوية مثلا، طيب نقول لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء. نفرض يعني واحدة رايحة مع أمها مثلا طالعين وتأكدت أنها طهرت من حيضها الآن، وأمها بتروح عندها درس بالمسجد مثلا، لو فرضنا قالت لي ما أنا طهرت بس شلون حندخل المسجد ولا أنا ما اغتسلت من الحيض، يقول توضئي واجلسي. اللبث من غير تصلي تحية المسجد، ها ما تصلي، قلنا ما تصلي هذا حائض أو ما اغتسلت من الحيض فلا تصلي، طبعا ما هي على وضوء ولا لازم تغتسل، لكن لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء. وكل هؤلاء إذا لم يجدن الماء لهن أن يتيممنه. نعم.